رجعت معكم الغزالات بنوفيل كوليكسيون في لي روب شوميز. شوفوا لي هذا الموديل كيفاش كيجي. هاني قو غزال كيجي الكول ديالو كول شوميز وكيجي هابط بلي بوطو حتى لتحت. كيجي عنده واحد الحزيم بغيتو ديروه كتحزموه، بغيتو تخليه مطلوق. حاولت نوريه لكم على جوج شكيلات كيفاش كيجي في اللبسه. بالنسبه للتوب ديالو لولا لا كاليتي ديالو غزاله ومبرده، خفيف التوب ديالو بحال اللي ما لابساش. وبالنسبه للوينات اللي فيه فكيتوفروا فيه 4 ديال الوينات. كيجي فيه هاد البلو مارين والفوشيا والنوار والاورانج، هادو هما 4 ديال البنات اللي فيه. وبالنسبه لي طايره كيلبس من الام حتى الاكس ال. اللي قلت لكم هاد الموديل طوندونس بزاف، هكا اللي كيجي بلي بوطون، كيجي على شكل شوميز وغوب. فصراحه موديل انيق وزوين، كيجي مع جميع لي طاي. فكما قلت لكم كاين هاد الموديل هذا، وكاين حتى هاد الموديل هذا اللي كيجي كله بغودغي اللون في اللون. لا كاليتي ديال الثوب ما نحتاجوش نتناقشوا فيها، واعره بزاف بزاف، كيجي كله بغودغي كما قلت لكم. وعاد كيجي ديك الزواق من الفوق، المهم الشكل ديالو زوين. وكاين عندنا هاد لا روب اللي كتجي غزاله حلوه فنه، كتجي في اللبسه وكتجي هكايا دو ميمونش. وكاين عندنا هاد لا روب هادي الغزاله اللي كتجي هابطه بلي بوطون حتى هي، وكيجي توب فيها ديال لا تركي، لا كاليتي ديالو زوينه. وكاين عندنا محبوب الجماهير اللي كيحماقوا عليه البنات وما يتسالى، يعني كيكون مطلوب بزاف كنولي نجيبو. فهاد الموديل هذا وفرتو لكم في الشكل اللي كيجي بلي بوطون، وحتى في هاد الموديل اللي كيجي فيه البلي. فهاد الموديل عملي بزاف بزاف وكيجي مع كل شيء وجميع لي طاي. وهو راه كيكون فيه لي طاي من الام حتى ل 3 اكس ال، كان كيجي غير من ال ل 3 اكس ال، دابا ولات فيه حتى لا طاي صغيره من الام حتى ل 3 اكس ال. وكاين عندنا هاد الموديل هذا الغزال هذا كيجي فنيون في اللبسه، والتوب ديالو لولا